السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع، وصباح الخير للأحبة. صح فطورهم اللي صاموا اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. احنا كما يقولوا قرينا البيان كما انتم، حاولنا نترجموه كما فهمناه، يعني البيان لازم يكون واضح، وأنا يعني بكل صراحة ما نقدروش نقولوا أنه واضح 100%، ولكن فيه بعض المؤشرات انه يعني واش نقدروا نهضروا ان هذا البيان فيه ترجمه لها ويحوس عليها الكل، هي انه هذا البيان فيه الفيفا. نعم شفنا الملف تاعكم، راه تقول بلي شفنا الملف تاعكم ودرسنا الامور اللي عطيتو عليكم. سلام امين عليكم، سلام جميعا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا قلنا باش نفهموا مليح البيان هذا واش فيه، فيه رد الفيفا للفاف، يقولوا فيه اننا يؤسفنا ان نقول ان نتاسف او يؤسفنا ان نزافون لو روغري دوكم، يعني من فهموا من جهتكم من جهه الفاف، يعني انكم تشوفوا بلي الاخطاء، تقدروا بلي الاخطاء التقنيه قد تكون أثرت سلبا على مجرى المباراة. لماذا؟ لأن الأخطاء تقنية، هم تحدثوا، لا ليست تقنية، هو رابور تكنيك. حنا درنا ملف تقني يا جماعة باش تفهموا مليح، حنا قدمنا ملف تقني. الفاف كما قلنا من الأول، ما حنا في هذه الصفحة ما نبيعوش الأوهام. كاين ناس تقول أن الفاف دارت ملف قوي وملف تقني، اقول دائما تقني. شوفوا كاع التصريحات اللي درتها من تالي يوتيوب الى ديزاد ماتش حتى في اللايف، قلنا ان قصامة ذبحنا من الوريد للوريد، اخطاء تقديريه كثيره. هل قلت لي مؤمن هل كافي باش نعاود المباراه؟ قلت لك لا، مستحيل يقدر يعاود لك المباراه، ولكن الشكوى اللي قدمتها الفاف كانت لاخطاء تقنيه حسبها، حسب الوكالة، يعني داروا ايماجونس سبيسياليزي، يعني مختصة في يعني ايفالياسيون، تقدير الحكم او تقييم مردود الحكم، خرجت ان الحكم هذا ارتكب اخطاء تقنية، اخطاء تقديرية بالنسبة لنا. اقول جيدا بالنسبة لنا، كنا نعتبروها انها اخطاء تقنية، ولكن لجنة التحكيم في الفيفا قد، أنا بالنسبة لي الله أعلم، والله أعلم، قد حكمت أن هذه الأخطاء ليست أخطاء تقنية بل تقديرية، لم تؤثر على نتيجة، على مجرى المباراة ونتيجة المباراة. فهمتوني خوتي؟ باش تفهموا الخطأ التقني وشنو هو والخطأ التقديري وشنو هو. الخطأ التقني هو لما يكون واحد ماركا هدف 30 متر وما صرا والو، تيراها ديريكت وما صرا والو، دخل ديريكت لاربيت يقول لك ماشي بيت ويكمل الماتش، هذا فوت تكنيك، دير ريزيرف تكنيك يعاودوا لك الماتش، خاصة إذا خلصت المباراة 1-0 ولا شغل المباراة تقنيا يعني تقاست تخلطت. أما بالنسبة لنا اليوم هذا ليس موضوعنا، أنا على حسب واش فهمت، لأنه البيان ما راهوش موضح فيه كلش، ما راهوش با ديتاي، ليس مفصل. يقول أن الفيفا ردت علينا وعلى حسابها الفار خدمت خدمتها. هنا يتسمى كما نقولوا حنايا نستناو دوكا الناس اللي راهي تقول باللي هناك ادله ورانا عندنا ادله باللي ضاربي، هذيك حاجه واحده اخرى، هذه خطيتنا ماشي انا ولا نتوما اللي تقدروا تجيبوا هذه الادله، هذه ادله صعبه. لما صرحت في اول تصريح قلت كلنا وراء المنتخب الوطني ونريد كلنا ان نسترجع حقنا، انا يا اخي شفت باللي هذا الحكم ظلمني من حقي نهدر الا ان يثبت العكس، هذا الحكم ظلمني من حالي ضربة جزاء، من حالي احتسب هدف بالنسبة للكامرون في دفع على ماندي خطأ تقديري، انت ممكن تحسبها خطأ يعني تحسب الهدف ما ترتكبش اللاعب الكاميروني ما ترتكب خطا، وانا حسب تقديري اقول ان اللاعب الكاميروني دفع ماندي، انا نعطي ضربه جزاء لسليماني لما دفعوا، انت تقدر باللي ما ضربوش سليماني بلوكا روحه
كل واحد كيفاه، ولكن في هذا البيان واضح أن اليوم قلنا باللي البيان هذا لم ينصف الجزائر أبدا أبدا. لما تقدرش تقول أنت باللي فيها خير وكذا وتقدر، ما نقدرش أنا نكذب على الغاشي، قلتها لكم 100 مرة، لا أستطيع أن أقول شيء لم أفهمه أنا باش نفهمه لكم. فهمتوني خوتي؟ اليوم لازم نكونوا واقعيين ونحترموا القرارات الصائبة، ولكن من حقنا نعترض ونقول أننا حقنا راح لما خلينا قصامة يدير واش يحب. دار مباراة بالنسبة له ممتازة، بالنسبة للفيفا ممتازة، ولكن أنا يا من حقي كجزائري نقول لك الحكم إلا بايتي كوريكت افيك نو، سا سي ريان دي تو، ما فيها والو، فيها والو. بصح انت دوك نقول لكم انا بليك حصريا وعطاونا المباراة ومن هذه، لا ما نقدرش نقولها، ما نكذبش على الناس، حرام الكذب، مستحيل في هذا القرار نقدر نحكم ونقول ان البيان هذا في صالح الجزائر. فيا فوالا راك فهمت كلش عبدو عبدو عبدو. المهم اليوم نحبوا ولا نكرهوا، الفيفا لم تؤكد أي شيء فيما يخص يعني التظلم هذا الذي أراده البعض من يعني من الأول، ما مش حايبينه كاع يمشي. بصح الحمد لله احنا نساندوا القضية تاعنا والملف تاعنا، ما قلناش عندنا الحق، بصح نساند الملف عادي جدا. أنا لما سألتوني في أول مرة قلت لكم لا أطمع، نقدرش نبيع الأوهام، من الأول قلنا ما نطمعوش. بصح الناس تقول عندنا أدلة، يلا نشوفوا، لأنه ما تقدرش تقول الناس عندي دليل بعد ما عندكش تانيك سبا بيان. المهم هذه هي، إن شاء الله تكونوا فهمتوا وقلنا ونعاودوا، ليست نهاية العالم عدم تأول كأس العالم، معليش صراو بزاف صوالح ما قدرناش نتكالي فيها، إن شاء الله نكملوا في طريق جيد لي نعودوا نعودوا الكرة بإذن الله. وهذا ما أستطيع أن أقوله لا شيء لا يعني والله، غير استجابة لكم، الإنسان كان راح يأكل شوية ويرقد، ولكن لم أستطيع أن أبقى بدون الإجابة أو يعني الاستجابة لطلباتكم ولعدة رسائل جاءتني عبر الخاص. إذا أحبتي في الله، قلنا من الأول، قلنا من الأول لما تخسر مباراة كيما هذه تقعد شايد في أمل هكذا وتتمنى تقول إن شاء الله، ولكن قلنا بدون أدلة ما نقدروش نطمعوا كثير. وراكم شفتوا اليوم باللي ما كذبناش عليكم ولا نستطيع أبدا أن نكذب عليكم، وإن شاء الله دائما نساند الجزائر في السراء والضراء. إحنا المنتخب تاعنا معاه رابح خاسر ظالم مظلوم، إحنا ديما بإذن الله نعود نرجع للواجهة ونعمل على الاستفادة من هذه الأخطاء. يعني حكم التحكيم لم يكن نزيه تجاه الجزائر منذ عدة مباريات، لا يجب أن نكذب على أنفسنا. حتى لما كنا نفوز كنا نتعرض لظلم تحكيمي في بعض اللقطات، في بطاقات صفراء مجانية، في تدخلات عنيفة لم تصفر ولم يعلن عليها أي خطأ. إذا ما عليناش، لازم نتعلموا وندخلوا بقوة في المنافسات اللي راهي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأل الله لنا ولكم العافية. قلناها ونعيدها منذ أول رمضان وأنا أقولها دائما، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. خسارة كبيرة هي أن تخسر الثواب الدنيا والآخرة، أنك تخسر الآخرة، وليس هذه كرة قدم مجرد لعبة، ولكن نعشقها ونحبها ولا